بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم انا حنشوف المواطن الجزائري اذا يدير الثقه في المكملات الغذائيه. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا نشوفوا كيفاش كانت الاجابه. حتى اذا دير الثقه نتايا في المكملات الغذائيه. ما عنديش ثقه صراحه، ما عنديش ثقه انا. وانا على بالك واش كاين لداخل، اسك سي فغي سي با فغي، ما فهمتش منين نجيبهم. انا ما انا عندي واحد ياكل اكيليبغي نورمال خير من كلش. لازم نثقوا في لي كوبليمون اليمونتير، ولكن هذه ثقافه شعب، سا سي اون كولتور اي اون تراديسيون. جربتهم في العائله تاعي وجربتهم في نفسي، ايه عندي ثقه. يا اخي انا ما نستعملهمش، انا عندي ريجيم ناكل ريجيم تاعي وهذا هو. ماشي تاع طبيب ولا تخاف، بيان سور اللي يخاف سلم. ما عندناش هذه الثقافه هذه، ولهذا الشعب تلقاه يهاب ويخاف المكملات اولا، ثانيا وهذه المكملات تابعه للنشاطات. تلقى في المجتمع الغربي، في المجتمع الغربي تلقى هذا. علاش ياخذوا المكملات هذه؟ لانهم يخدموا بزاف. المكملات واش تكملت هذه؟ تكملت ما تكملت تكمل عليك؟ مثلا الناس اللي مرض اللي عندهم سرطان، الناس اللي كبار، شيوخ العجايز، ما مرضى هكذا، دي زادولت دي زونفون، بيان سور يلقاو عليهم. وشنو سي دي مارك، كل واحد لازم يعرف واش يشري ومنين يشري. الثقه ما راحش تكون في المكمل الغذائي، الثقه راح تكون في المنتج اللي يصنع المكمل الغذائي. ولكن المكمل الغذائي في حد ذاته كي نستخرجوه كمستخلص من مواد حيوانيه ولا نباتيه اللي عطاها لنا ربي سبحانه، طبيعة الحال المكمل الغذائي لي كومبليمون اليمونتيغ لهم فايده كبيره على الجسم. ما تجيش لامان كي عيتك في هذا الشيء، كل حاجه في ما تجيش فيهم لامان، كل حاجه طبيعيه. هذا زياده ويخلقوا لك حاجه صافي تعاود تدور عليك. المكملات الغذائيه نورمال، ما نشربهم ما نحوس عليهم باسكو ما تصيب فيهم والو، ما يديروا لك والو. ما نديرش فيهم كونفيونس. علاه؟ ما على بالكش واش كاين صراحه، راح ما على بالكش واش كاين. الشعب نتاعنا مخصوص التوعيه، مخصوص الارشادات، مخصوص لي رونسينيومون في لا كونسوماسيون تاع لي برودوي اللي يجيونا من الخارج ولا لي برودوي اكتواليزي. ما نقدرش نشربهم امبوسيبل. كي قلتي لي ندير فيهم كونفيونس، ندير كونفيونس باكو ما نقدرش نشربهم، باسكو سي دي فيتامين سي دي بلوس، جو بريفير حاجه ناتورال كو اندستريال. مو جو بو با فير كونفيونس ا كونسومي ان برودوي ولا ان ميديكامون sans qu'il soit vérifié et qu'il soit confirmé par les spécialistes. صراحة نعطيني رأيك أنت يا على هذاك المكمل الغذائي اللي اخترعوه هنا في الجزائر اغ اش بي، رحمة ربي. رحمة ربي فعلا. هو في حدته، هو في حدته يعني دخل بصدفة، وهذا تابع. واش كنت نقول لك، نعاود نولي كلامي الأول، تابع للنضج تاع هذا المجتمع. نو سوم با اونكور ميور ا سو ستاد. هذا مكمل، هذا يخرجوه صدفه بدون يعني بدون سي تو سون فير دي زيكسبيريونس سون اتوندر لي ريزولتا دي زاناليز. كيما هذا اللي خرج جديد تاعنا سوا ديزون لي زابيتيك، سي كاتاستروف باغيت. رحمه ربي. ناس خلاو الانسولين تاعهم. قريت بلي في قسنطينه يو دي جون كي سون باسي كبار 75 ans دون الكوما. سي تري غراف، حنا ماذا بينا ما نوصلوش للحد هذا. خرجوه الناس ولا تتشبك عليه هكذا كياكلوا به، وخلاو حبسوا، راني جايك، حبسوا الدواء الوصفه الطبيه الحقيقيه اللي هي الانسولين، اللي كان انسولين ديبوندون، اللي كان لازم عليه يدير الانسولين، حبس الانسولين، واللي كان يدي الجليكوفاج لي كومبريمي حبسهم ثاني، ولا ياخذ غير هذه رحمة ربي. فاذا به هذا خطا كبير. قبل ما تاخذ الانسولين تاخذ الجليكوفاج هذا. انا دوك راني ناخذ الجليكوفاج، ما نقدرش منا وجاي ناخذ هذا الدواء اللي كرياوه في اسمه تاع ديابيت. رحمه ربي. خاف باسكو خاف باسكو ايه من القدام بالك ما يدير لك حاجه ولا اغ اش بي. رحمه ربي. ما جامي جو في با كونفيونس. ثقه في ربي. واحد كيكون مريض يدعي ربي. هذا ما كان. يعني انت ما تستعملش كاع المكملات الغذائيه. ما نستعملوش كامل. مشاهدينا كالعاده نمروا للفقره الثانيه في البرنامج واللي هي الميكروفون ليك. تبعوا معنا نشوفوا كيفاش كان سؤال المواطن لنا اليوم وكيفاش كانت الاجابه تاعنا. حبيت نسقسي علاش حنا الشعب الجزائري ولينا ناكلوا غير الماكله تاع برا، تلقى لي فاست فود معمرين برا، يتعشوا بالامبورتي ويفطروا بالامبورتي، ونديري ما كاش كاع نسى في الدار. ماشي ما كاش نسى في الدار، الوقت اللي ما كاش. يا با الطوم باش بور بريباري لو مونجي تو، دونك ناس بريفيري تجيبو برا من برا واجد. علاه ما كاش الوقت؟
باسكو المراه خدامه دمبارا على دي فات تبطى في برا الوغ واش دير تشري برا تشري الماكله امبورتي وهم بالامبورتي فطروا يتعشوا بالامبورتي ولف ما يعلموش بلاتهم يطيبوا ما يعلموهمش كويزيني الوغ سي بور سا لا فام الجيريان ولات ما تقدرش تطيب ما تعرفش تطيب تعرف طيب البيض مغلي والبيض المقلي وبالك 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 تعرف طيب المقارون بالحليب انا يا خويا نكذب عليك الرياح باير الى يوم الدين خير ما يطيبوا في الدار وخير ما يقعدوا في الدار يقولك نخرجوا نتمتعوا وناكلوا برا وندخلوا نرقدوا برك فهمت ولي ان اكزيستابل اون فامو فواي كاع نسا خدامين سيستيماتيكمون انت وانا محتم علينا نفطروا نتعشاو برا في النساء يخرجوا برا ما كاش نساء اللي هم قاعدين في الدار بزاف بزاف باسكو انا ما كاشني في الدار ما كاش لي يطيب له وبليجي عليه ياكل برا كري تعرف انت يا لي فاست فود هادو نو يافي با دوكا يا ترو مام المرا دوك كاين وين دي فوت في خدمتها ما يخلوهاش تخرج لو طون بوست تاعها يقول لها تخدمه بالك لو طون بوست تاعها يقول لها تاكلي لهنا اوكي تقعد غير العشيه امبورتي اوبليجي تاخذ توجور امبورتي تقشوف هادو يقولوا تقشوف وياكلوا برا حنا ما فهمناش والله ما فهم